السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مثل ما شفنا أنه إحنا ممكن نتلاعب بالواجهة بالكامل ونعمل التصميم اللي إحنا نشوفه مناسب، حتى ذولا مثلا list of info أو employees أو أي شيء آخر، لما أريد أعمل هذا مثلا clickable فأقدر نفسه هذا الآيكون وهذا الكونتين، يعني الكونتين لو أنت يعني هذا هو المحتوى، فأقدر هذا أضيف له link. يعني مثلا إذا جينا أردنا نعمل list of شغلة معينة، فنقدر هنا نفتح لنا تاب جديد، مثلا ليش نوقف التطبيق، نقول له ngenerate and page، احنا نريد صفحة، ويكون مثلا in a person او people list، قائمة باسماء الاشخاص، لان person هو الشخص، people ناس الجمع مالته مو persons، دير بالكم. فنجي هنا نلاحظ انه صار عندنا people list وفيها قائمة اللي هو احنا نحتاج ال HTML على سبيل المثال. فهنا نقدر نعمل link ونقدر نستخدم الراوتر link، فهذا طبعا نقدر اقول له enter عادي ما راح يصير له شيء. زين، واجي هنا اقول له router link، هذا مفروض ياخذني وين؟ اقدر اجي لل app route واشوف هنا عندي مسار لل people list، فاجي هذا اقول له انت راح توديني لل people list، تمام. بس لكن where is the slash، اوكي okay. and هنا صار عندي ليش هالشكل؟ ها، لان هذول الاثنين ايضا لازم اضيفهم بسنجل تاج. زين، هذا الدبل تاج مال الراوتر لينك وهذا السنجل تاج مال هذا، لانه لازم يمرر على شكل سترينج. خلينا نجي نعمل سيف. هذا منو؟ ليست اوف بيبل، واشيل البي تاج ما احتاجه اني. زين، سيف، نرجع للصفحه. تمام، لاحظ list of people لما اضغط عليه يوديني لصفحة list of people. اوكي، زين، هنا الباك ما عدنا، فنقدر ion buttons ion back back button. اوكي، سو هذا احذفه و list of people، لاحظ ظهر لي ال back button. ليش ما ظهر لي اول مره؟ لانه من يعمل refresh ما راح يتذكر ال history اللي هو يعني ما راح يتذكر المكان اللي هو اجى من عنده اصلا، تمام. فلذلك ما يظهر لي كان ال back button. هناخذ هذا اضفناه في داخل ion list، عند لازم نحذفها. That's it. لاحظ back back، هذا list of people. نقدر الباقين أيضا نفس الحالة، يعني ذولا أيضا نشيله. هذا مثلا راح يكون list of news، أو خلينا نقول هو أصلا اسمه news، يكون نيوز لازم كلها بالكابيتال، اوكي، لان هي مختصر. فعندي هنا النيوز، هنا عندي ليست اوف بيبل، وهنا شغلات اخرى مثلا ممكن اضيفها حسب. هذا اتش 2 خلينا نحولها الى اتش 1 اتش 1 اتش 1 اتش 1 سيف. لاحظ هذا ليست اوف بيبل اند نيوز. طبعا هذا مجرد نقول له people news حتى يظهر بهذه الصورة، صار عندنا بهذا الشكل people news، وممكن هذول ايضا انت تضيفهم. فعندنا people راح ياخذ people، وهنا نحتاج انه نعمل شنو ايضا news page لل news list مثلا، enter. زين،
فهنا ما لنا علاقة به، لكن الراوتر لينك اللي احنا عملناه هذا راح نحتاجه وين؟ بالأسفل هنا، نقدر نقول هذا انتر ونضيفه هنا. هذا راح ياخذه من من؟ من الليست. شوف الحلو انه هو يرتب لك الراوتر، ما تحتاج انت تتدخل به، وهكذا. ونفس الشيء هنا من ضفنا له الباك، نقدر نضيفه ايضا وين؟ بالنيوز ليست. لاحظ هنا HTML مالته، فهنا هذا نقدر نقول له نيوز بالكابيتال، سيف. هنا تظهر لنا مثلا صفحة الأخبار، فإذا جينا على البيبل، لاحظ بيبل ليست ونيوز، هذا النيوز. زين، يبقى عندنا شنو؟ ما يبقى عندنا شيء، يعني هنا بيبل أيضا نقدر نغيره. فأنت إذا قوي بالـ HTML ترى هاي الأجزاء كلها راح تكون سهلة جدا لك، جدا بسيطة راح تكون. هذا إذا جينا قلنا له inspect element مثلا على التكست نفسه، لاحظ هنا النيوز هنا موجود. اوكي، فالكارت كونتين مارجن بوتون، لاحظ فونت سايز، زين هذا الويت مالته، اند حتى توب مارجن لاحظ زيرو منطينا. هذا كله بالنسبه لمن؟ بالنسبه للايون كارد نفسها. زين، هذا بلانك هنا موجود، هذا وين دي يظهر؟ هنا خلينا نقول المين، هذا راح يصير مين. فاذا جينا هنا لاحظنا هذا المين، وهنا الكلر مالته ازرق، تقدر تلونه عادي، اللي هو له علاقه بالتول ايون تول بار. فتقدر هنا تقول له كلر وتحدد الكلر مالتك برايمري، اي شيء انت تريد الكلر برايمري. اوكي، عند هنا افرض يظهر لك المين ازرق، لاحظ هذا اذا قلت له انسبكت راح ياخذني وين؟ انسبكت المفروض ياخذني للتول بار شادو، لاحظ هنا هو البرايمري كلر. شوف هنا شو يقول لك؟ يقول لك البرايمري كلر بهذه الصوره ده تصير. فهذا اذا جينا مثلا عملنا لك كليك غيرنا، لاحظ شلون دي يتغير اللون، تلاحظ بهالشكل. مثلا هذا اللون انا عجبني كلش الاسود، اقدر هذا كله اخذه، خلينا نعمله كوبي، نجي على الاساس مالت الهوم نفسه لانه هو بالهوم صح. اذا جينا هنا قلنا له بيست مثلا، قلنا له سيف، لاحظ ثبت عليها. هذا هو ملف الساس مالت كل، شوف كل بيج انت تصنعه هوم نيوز كلهم عندهم ساس. فاي شيء ما يعجبك مثلا تقدر تغيره هنا، فهذا هو السي اس اس مالته، فيغير لك بالصفحه بالكامل وحسب اللي انت مثلا تشوفه مناسب. هنا الصوره على سبيل المثال اذا قلنا له انسبكت، لاحظ عندنا هاي الصوره هنا تحتويها داخلها الكولوم وداخلها الرو وهذا الجريد. خلينا نجي هنا لاحظ اذا كتبنا نو بادينج ايونيك، قول انتر، لاحظ هذا يوديك وين؟ للسي اس اس يوتيليتيز بالايونيك فريم ورك. زين، فلاحظ هنا التكست تقدر تلعب بيه، تقدر تعمله جاستيفاي بالسنتر والى اخره من امور. هنا التكست ترانسفورميشن ابر كيس لور كيس، شغلات السي اس اس اللي انت تريد تضبطها. اوكي، فهاي كلها فلوت رايت ديسبلاي، تمام. عند هنا البادينج، لاحظ هنا عندك ايون بادينج توب اند، زين ايون نو بادينج مثلا، لاحظ. فهذا ما راح يسمح بالبادينج لان هنا احنا عندنا مثلا بادينج. فاذا اجي البيج هوم وعندي هاي الصورة، فإذا ضفت بالكولوم no padding مفروض انه ما ينطي pad بعد، لاحظ ما انطى pad. كذلك لو اجي على الرو نفسه اقول له no padding،
I think بالجريد، لو بالجريد لو بالكونتين. نوب بالجريد. لاحظ، بس لكن احنا عندنا هذا، خلينا نشيله منا الكونتين، تمام. لاحظ هذول هم ضاع البادينج مالتهم، تمام. هذول صار جزء، فالنو بادينج يشيلها بالكامل. عندك هنا جريد، الجريد احنا سوينا له شنو؟ سوينا له بادينج. لو نجي هذا الجزء مثلا ناخذه الرو خارج الجريد، جريد عفوا، ونرجع للجريد، نشيل النو بادينج من الجريد ونقول له سيف. لاحظ الصورة ظلت بدون حواف، لكن رجعت هذولا مثل ما هي. كليك لاحظ ياخذك للنيوز، بهالشكل صار متناسق اكثر. طبعا هاي يبقى على ذوقك انت، فنوقف هنا، نكمل درس القادم. مع السلامه.